السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا فيكم في هذه الحلقة من سيتي سكاي لاين أريبيانا. يا حبيبي على التاب، يا حبيبي. انزين، طبعا احترقت الصناعية مالي وردت، بس عادي أمور طيبة. انزين، الحين سويت هاي المنطقة، بسويها منطقة سكنية. قلت خطط لها لكم قبل وقت، أسمعت قاعد تقولون وكيف وشلون وهذا، خططها قبل بوقت وخلاص، وريحت راسي ثم ما نضيع وقت الحلقة في شو في الشوارع. بس هاي المنطقة الصراحة بعيد عن كل المناطق، يعني حتى هناك في خدمات، بس ما نقدر نعتبرها الخدمات الصحيحة والخدمات الممتازة وهاي السوالف، لا خدمات عادية يعني. ف الحاصل ان انا بحط محطة قطارات، ما بداخل مدينة، ما بداخل داخل ديركت، ما بداخل، خلنا احط الى الشارع، حطيل ما با با هذا، حطيل الشارع هني، اوكي، نحطينا كارغو، سوري مش كارغو، ترين ستيشن صغيرون، ابا الصربي، صربي ولا لا هذا، سوري يا جماعة الخير، هذا حلو الصربي، في نويز وفي نويز، لكن ابغى شيء قريب على العالم، ما ابغى الناس تتلعوز في الدرب، والله ما ابغى الناس تتلعوز في الدرب. ما ابغى الناس تتلعوز في الدرب ابدا. اخر شيء انا ابغى، هل انا حاطين لنا سولر؟ هالسولر والله انه مشروع مشروع مشروع، بحط لكم بعدين ان شاء الله لستة المدات مالي من وين ماخذنها، يمكن تحتاجونها، يمكن تبونها، يمكن شيء ما اعرف، فانتوا شوفوا اموركم. الحين في شيء ثاني وايد مهم لازم اسويه، اللي هو يعني هذا يسميه فائق اللحظة، خلنا نسوي زون فائق الأهمية، خلنا نحط هنا قطع، وهني بعد بيوت، ها اكثرهم بيدامون وين في الصناعيه، مو بيدامون اماكن بعيده، فما بحط عماير صراحه. شو كان حاطين لي هنا الشركه ولا شيء حق هذا. الحين هاي ترى بنقسم تعليم، بنقسم حدائق، في ناس عندنا سوينا لهم مطايق، مناطق ما سوينا فيها شيء، والله ما سوينا فيها شيء، خل اسوي لهم حديقه للجماعه، خلهم يستانسون. زين، وابغى اسوي الشيء المهم، هو ابغى هاي واي، اللي هو هذا الشارع يتحول لشو؟ لهاي واي، بس مو بال 3 واي، لا ابا 2 واي، بس هذا صغيرون مع منو مع محطة الاختارات. هاي واي شوي سيدة يعني، مش التف وهذا نفس هذا، لا سمبل هاي واي، هاي يسمونه اسرع اسرع طريق ممكنه، احاول اسوي اسرع طريق ممكن. لحظة، خلنا نشيل هذا من الدرب، سوى لي ازمة. زين، نسوي الدرب سريع سريع. يا حبيبي انا مو وقت ارجع داخل. زين، ونرد هذا وين؟ دايركت هنا. خلنا نعدل هذا هنا، سيدة قدر الامكان، ونبي شارع بأربعة، ونسويه المين ستريم ولا الشارع الأساسي، ما أعرف يسموه أحلى تسمية ممكن نسميها. أوكي، هذا هاي واي بين المدينتين، ولا بين المدينة، من في حد ما يقول لك أخي أنا ما بختار، أنا ما بختار، أنا إنسان أبا مسير سيارتي، مشتري حق شو، ماخذ لك روزر، كروزر ابا شو اسمه، ابا موظفين يقول لك صناعيه وفلان، يقول لك ابا مكان محترق، والله كاسر خاطر شوف كيف محترق، والله انه حرام. المهم، خطار يجي من كل الاتجاهات، بس هذا الخطار should not be as simple، should not be as simple. ليش؟ لانه لازم ناخذ لنا خط من هذا الخطار، حلو،
ونرفعه فوق منه، فوق مستوى الشارع. صبر، هذا ابو اجبره انا في شو، في الانحناء. لا خله بعيد شوي، خله بعيد، خله بعيد. ايوه هذا المكان بيكون زين. شوفوا الحين انا اواجه مشكله ثانيه في البوزيشننج ماله. اول شيء صبر، خليني اجيب نقطه اختار من هني، اللي هي من هني لين وين، هني. حلو، عقب انزل هذا لزقه وين، في مكان خابر انه يلزق. شوف وين ممكن اقدر الزق هذا، ما بيستوي بالطريقه، صعب وايد، لازم يكون مايل اكثر وايد. حلو، ايوه بالضبط كده يعني. هذا هو المطلوب، نجيب نعدله، نعدله 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 شوي. ما في عمدان في نص الشارع؟ لا. شوفوا محلى هذا الباس، هذا اللي بيكون اللي بيخلي قطارنا شو، قطار دائري. نسوي هني وننزله لين زيرو متر، بيكون خطر عادي، بيخطف من جنب المدينة عادي يعني، ما بسوي اختراعات. بيخطف عادي من جنب المدينة. صبر، خلي يخطف شوي بعيد، خلي يخطف شو شوي بعيد. اوكي، اخ نسيت البند زين. هني هنسوي برج، شوفوا الجسر فنان الصراحة، والله فنان رقم واحد. هذا راح يتوصل وين؟ صديقنا هذا دايركت، دايركت صديقنا هذا. هو معنا لو خليته مرفوع يمكن كان يكون احسن. كم ارتفاعه؟ 9 متر، بخليه على 9 متر على اساس لو سوينا مدينة هني، وعلى الاغلب بنسوي انه بيكون في مواصلات بحرية عنا، شو يكون 9 متر، يكون الشوارع تمر من تحته بدون ما ارجع اسوي له شو، اعادة اعمال وحاتير الله، وما يبالي يعني الخربطان هذا كله. شوف شكل القطر، جسر جميل والله، الجسر جميل جميل. هاي النقطة اللي خدمتنا شي، لكن اقدر اطلع نقطة ثانية بالعكس ولا ما اقدر، مش متأكد. لكن خلنا نسوي اول شي نقطة واحد، نقطة اثنين، ارجع هني، بنحط قطار واحد، بس قطار، بس قطار واحد. بنحط خط ثاني من هني لين وين، لين الصناعية. شوفوا الدرب ثاني جديد، لين وين، لين هني. وين بيروح؟ لا بيرجع لين هني، مو مشكلة عادي. اوكي، لان اصلا نحن بنضبط الوضع هني. بنضبط الوضع مو مشكلة. ايوه زي كذا ضبطنا الوضع، بيختار بياخذ ترن بيدخل هني. شوفوا مية مية. انا بروح محتاج عمال، صرت شو سويت، صرت حطيت وايد محلات تجارية، شكلها حطي هايل نحط مكانهم شو سكان. لا 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 لا، جبت العيد، لحظة
شارع العود نحطي فيه منو سكان شوي من نوع ثقيل، وهني يبونا بعد نرس خدمات هني وهناك، ترقية خدمات، ترقية عمود، ترقية يبالي شغل يعني شوي، مو بهين يبالي شوي شغل. نشوف ان شاء الله، اظن هالحلقة ما بطول فيها اكثر، بس انكم شفتوا مثل الحلقة هاي، ونشوفكم على خير ان شاء الله.